السلام عليكم. سنتعرف في هذا الفيديو إن شاء الله على الموعد والتوقيت وقنوات الناقلة لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني ضد فريق إشبيلية الإسباني في قمة الجولة 26 من الدوري الإسباني لليغا. إذن لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل معنا دائما بالجديد إن شاء الله. ونبدأ هذا الفيديو بسجل المباريات بين الفريقين. آخر خمس مباريات جمعت الريال ضد إشبيلية، تعادل الفريقان مرة واحدة وفاز فريق ريال مدريد في أربع مباريات، مباريات قوية منتظرة قمة دوري الإسباني الجولة 26. أبرز غيابات نادي إشبيلية عن مواجهة ريال مدريد، هناك اللاعب دودي لوكي باكيو مهاجم يغيب بسبب الإصابة، وأيضا ماركاو يغيب بسبب إصابة مدافع الفريق، وأيضا لاعب الوسط لوسيان أغومي يغيب بسبب إصابة غير معروفة. أما أبرز غيابات النادي الملكي ريال مدريد، هناك لاعب إدير ميليتاو مدافع يغيب بإصابة غير معروفة، والحارس ديبو كورتوا الذي يعود تدريجيا إلى الميادين بعد تعافيه من الإصابة شيئا ما، وهناك لاعب جود بيلينغهام الذي يغيب بإصابة غير معروفة. إذن ثلاث غيابات مهمة عن صفوف النادي الملكي. بالنسبة للترتيب، الفريقان إلى حد الآن صاحب الصدارة، ريال مدريد في المركز الأول 62 نقطة من أصل 25 مباراة، فريق إشبيلية مركز في المركز الخامس عشر 24 نقطة من أصل 25 مباراة. موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وإشبيلية، المباراة تلعب مساء اليوم الأحد 25 من فبراير 2024، وتنطلق سافرة البداية على الساعة 9 بالتوقيت المغربي، 11 بالتوقيت السعودي. احتمال الفوز في هذه المباراة نسبة كبيرة بطبيعة الحال عند فريق ريال مدريد فريق المستقبل. فريق الضيف نادي إشبيلية 9% يفوز، 16% تعادل الفريقان، و 75% فوز فريق ريال مدريد. ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإسباني لا ليغا. ملعب سانتياغو برنابيو سيحتضن المواجهة القوية المنتظرة قمة الجولة 26 في الدوري الإسباني بين ريال مدريد ونادي إشبيلية.